طيب أنا أريد أن أذهب إلى بوتين وتحركاته. يعني بوتين الآن يذهب إلى الشيشان لأول مرة منذ أظن 2011، ما هي أو كيف فسرت هذه التحركات بعد كل هذه الرهانات الفاشلة على بعض الخطط العسكرية والفشل بالتأكيد عندما يتم التوغل في كورسك؟ يعني ربما هو يحاول، يعني انا بصراحه ما عندي تفسير واضح لهذا التصرف. حسب المراقبين الروس المعارضين، تفسيرهم كان انه بوتين كل ما يتعرض لخساره او يتعرض الى هزه ينزل الى الشارع ليثبت للناس انه هو عنده شعبيه، وانه عندما بدات وانه عندما تم ايقاف الانقلاب بفاغنر خرج ايضا الى الشارع الى المناطق التي كان يعني يتنقل فيها بريغوجين و و و و و يعني لربما هذا هو التفسير، وربما هناك تفسير آخر. لأنه أنا بالنسبة لي ما لفت نظري هو دخوله تحديدا من المناطق الشيشانية. يعني أنا أعتقد أن هناك سبب آخر، هذا ليس السبب الوحيد، هذا سبب من الأسباب، أنه هو يريد أن يثبت أنه لا يزال يملك شعبية، وأنه يعني كما يقولون هو يعني متوحد مع شعبه و و و و و إلى آخره، لأنه يعني أصبح يخشى من اهتزاز صوته أمام الناس. ولكن أنا أعتقد أن اختيار الشيشان هو حتما يرسل رسالة معينة. الآن بعض المحللين يقول أن السبب اختيار الشيشان هو أن القوات المسؤولة عن الدفاع، قسم منها هي قوات فيلق أحمد وقوات قديروف، وأنه خرج الكثير من السخرية من الروس بسبب فشل قوات قديروف وبسبب سقوط قسم كبير منها يعني في 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 أسر القوات الأوكرانية، وأنه نوعا ما يرسل رسالة دعم إلى قديروف. أنا لست متأكد من هذا الأمر، لأن أنا أعتقد أنه يعني عندما يجد الجد بوتين مستعد حتى يضحي بقديروف. لا أعتقد أنه يهتم كثيرا بتحسين صورة قديروف وتحسين صورة قواته. لربما هو دخل بالعكس حتى لا يدخل ضغط على قديروف ليطلب منه أنه يكون في مشاركة أقوى، وأن يعني تكون القوات الشيشانية على أهبة استعداد أكبر، لأنه عنده ثقة فيها أكبر من قوات أخرى. عنده ثقة ليس بفعاليتها، هي جزء من هذه القوات هي فعاليا لا تملك فعالية كبيرة، هي يعني هي صورة أكثر من فعل. ولكن أنا أقصد أنه هي يعني يثق فيها بأنها لا تنقلب عليه، ويثق بأنه قديروف مسيطر عليها. أعتقد الأمر سيتضح بعد أيام، ولكن أنا متأكد أنه اختيار الشيشان بالذات لبدء الحملة الدعائية أكيد يملك سر، سوف نعرف مفتاحه ربما بالأيام القادمة. طيب.